واش الشباب قادرين لاباس عليكم؟ في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نعطيكم الاسرار ديال البي او دي. هذا الفيديو هذا الشيء اللي غادي تلقاوه في الفيديو هذا ما عمركم غادي تلقاوه في شي فيديو اخر في شي قناه اخرى. المهم الاخوان غادي نعطيكم واحد الخمسه ديال الاسرار في البي او دي جينيرال، وهادو غادي نشرحهم في ريد بابل، تقدروا تطبقوهم في تي بابليك، تقدروا تطبقوهم في بريتشور، تقدروا تطبقوهم في زازل، في اي بلاتفورم اخرى بحالها، وتقدروا تطبقوهم حتى في ايدسال الاخوان. المهم الاخوان التصعيد غادي يكون في خمسه المحاور. المحور الاول هو كيفاش تجذب المشترين وباش تزيد الارباح ديالك، حيت مثلا كاين علاش مثلا هذا اللي باغي يدخل يشري علاش كيشري عند واحد اخر وما كيشريش عندك انت. انا غادي نوريك كيفاش غيولي يشري عندك نتايا. الطريقه الثانيه الاخوان، الميثود الثانيه، غادي نوريكم كيفاش تخرجوا الترافيك من ريد بابل، حيت كاين شحال من واحد كيبيع في ريد بابل ولكن في ميرش ما كيبيعش، حيت ميرش كتلقى تشير 10 وعنده حق 10 ديال الديفاينات. غادي نوريكم كيفاش تخرجوا الترافيك من ريد بابل ودوه لميرش الاخوان، والطريقه هذه راه جربتها حتى هي وخدمات مزيان ديال بصح. الميثود الثالثة غادي نوريكم كيفاش تجلسوا على الكبار البائعين في ريد بابل وفي البلاتفورم الاخرين. المهم انا غنطبقات على ريد بابل، نتوما غادي تطبقوا على البلاتفورم الاخرين كاملين. غنوريكم كيفاش تجلسوا عليهم وتوليو تاخذوا الافكار بسهولة وما غادي يضربوا فيها لا تمارة لا والو، افكار كتباع. الميثود الرابعة غنوريكم كيفاش تنسخوا التصاميم والكلمات المفتاحية. الخامس غادي نهضر لكم على الخوارزمية ديال ريد بابل وكيفاش كتطلع لي ديزاين وهادشي كامل الاخوان نهضر عليه في الفيديو هذا. المهم اول حاجه غادي نهضر على كيفاش تجذب الناس اللي كيشريو من ريد بابل. الى جيتو تشوفوا هنايا راه كاين النجوم، هذا هو ستور ديالي، هذا واحد ستور فيك غنشرح به وصافي. كما قلت لكم الاخوان هذا هو ستور اللي غادي نشرح به، هذا لاحظت فيه شحال من ديزاين، حاط فيه 19 ديزاين. غنشرح لكم في هادشي كامل كيفاش درت هاد النجوم هادو. هاد النجوم الاخوان راه كيعاونو مزيان. غنوريكم كيفاش بدلت هاد الدولة هادي. المهم الاخوان هادا هو ستور، هاد ستور هادا جيب ليا تقريبا واحد 19 مبيع. كنتيستي بيه فهمتيني، كنتيستي بيه شحال هادي. غنوريكم كاع الديزاينات اللي تباعو ليا، كنتباع ليا هادا وهادا، هذا تباع جوج مرات، هذا ما تباعوش، هذا تباع، هذا تباع مرة، هذا تباع مرة، هذا تباع مرة، هذا تباع ثلاث المرات، وهذا تباع ست المرات، وصافي هادشي اللي كاين. 19 مبيع الاخوان وفي 17 ديزاين مع 18 ديزاين راه مزيانة. مهم انا غنهضر لكم على السي وهادشي كامل الاخوان. اول حاجة كنديرو داك البلان ديال النجومة. هاد النجوم هادو باش كينفعوا الاخوان، بحال مثلا غادي نكتب شي كيورد عادي باش تشوفوا الفرق. غادي نكتب مثلا كريسمس، غنهود لتحت حتى شي واحد انا ما دايره. المهم غنشوفوا الديزاينات اللي تلاحوا جداد. حدا مثلا هذا داير هاد الزويقة هادي السمية ديالو. إلا كنتي غادي بحال هاكا نتا باغي تشري كتبان لك السمية هادي كتأتيري كتجرك بحال هاكا، ولكن نجومة كتبان حسن بزاف. هاهو نص ستور عاوتاني هادي، شوف شي باج أخرى. مثلا دابا الديزاين هذا كاتب سمية ستور ديالو، دير حداها النجوم هاد اللي كتجر كتبان بحال الريفيو فهمتيني. انت هما ما كيعرفوش انك انت زيدها في السمية ولا شي حاجة بحال هكا، كتبان بحال الريفيو. ملي كيدخلوا الستور ديالك كيبان بحال الستور ديالك عنده خمسة نجمات وكيشري عندك، كتيق فيك وكيشري من عندك. هانتوما الاخوان شي ستور كيفاش كيبان السمية ومخصرة بماروك. هنايا كان عليه يدير التاريخ، يبدلها يدير التاريخ انت كريا ستور، او اللي يدير شي دولة اخرى. مهم المغرب راه كتخسرها ملي كدير المغرب هنايا. مهم انت كتجي كتكوبي لهاد النجوم هادو، كتكوبيهم كتمشي للسيتينغ، غنكليكي هنا غنمشي للسيتينغ، غنكليكي
غادي نجي هنا. ها هي هنا كدير السمية هنا نورمالمون كتلقى السمية ديالك والكنية ديالك. انت هنايا غادي تجي هنا غادي تكتب سمية ستور ديالك، وغادي تجي هنا غادي دير 5 نجمات. تقدر دير اي حاجة، تقدر دير داك اللعبة ديال الفيريفيكاسيون، يقول لك بحال كتكون في انستغرام وتويتر كيما بحال الكونت ديالك فيريفي. صافي كتجي كتكوشي هادي باش يبان لكم داكشي. المهم هادي هي الحاجة الأولى اللي كتجبد اللي كتجذب مشتري عندك. الحاجة الثانية انا داير هنا تخربيقة، حيت قلت لكم السطور هذاك نخربق فيه. المهم الاخوان اول حاجة هي التصويرة، حاولوا ديروا شي حاجة تكون عندها علاقة بالنيش ديالكم. اذا كنتو خدامين على نيش واحد، اما كنتو خدامين على الترند ولا كتسطايو عباد الله ماشي مشكل، تقدروا ديروا اي تصويرة، ولكن تكون شي تصويرة تكون زوينة فهمتيني، تكون عاطية للعين اول حاجة. وهذا الاخوان خدموا على التصويرة الكبيرة، تقدروا تخدموا على الاخوان، تقدروا ديروا فيها الايميل ديالكم، تقدروا ديروا فيها لي بروداكت، تقدروا ديروا فيها بزاف ديال الافكار. وحاولوا انكم ما تعمروهاش بزاف، خليوا الفراغ ماشي نديروا مثلا غير الايميل ديالكم، ديروا شي زواقه بحال هكاك. هذه الحاجه الثانيه. الحاجه الثالثه هي هنايا ولا الديسكريبشن ديال الستور ديالك ولا التعريف ديال الستور ديالك. حاول دير شي كوت شي حاجه بحال هكاك. المهم تقدر تكوبي هذه اللي في الستور ديالي، نخلي لكم الستور ديالي اللي بغيت تخليه. تقدر تكوبي غير هادي وتحطها في ستور ديالك، ما كاين حتى شي مشكل. وهنايا حاول انك دير مواقع التواصل الاجتماعي ديالك، انستغرام فيسبوك تيك توك، حاول انك ديرها شحال ما قدرتي، حيت هادي كتعاون الناس يثقوا في ستور ديالك، وكتعاون ان ستور ديالك يطلع في الالغوريثم ديال ريدبول. مهم حنا هضرنا دابا على كيفاش تجذب المشترين ديالك، وهاد الاخوان مهمين واهم حاجه هي النجوم الاخوان. حاولوا انكم ديروهم ولا ديروا ديك اللعبه ديال الفيريفيكاسيو، المهم شي حاجه كتميز ستور ديالكم باش شي واحد راه مهود بحال هكا يبان الديزاين ديالكم مميز. مهم هادشي اللي كاين. الحاجه الثانيه هي كيفاش تخرج الترافيك من ستور ديالك. مهم غندخل ستور ديالي اللي هو هذا. هانتوما كتشوفوا الاخوان كنت حطيت هذا الديزاين هذا ما درتش عليه القفل. هذا حتى هو درت تحدي بيني وبين واحد الصديق، قال لي راه بنادم راه ما غايجيش عندك ياخذ عندك الديزاين. قلت له يا نتحداك، حطيت هذه الجمله هذه يور ديزاين هير، حطيتها وحطيت هنا الايميل ديالي، دركته درت فيه هنا اكس اكس من درت القفل الديزاين. المهم ما بقاش كيبان. درت يور ديزاين هير ولحت في كاع لي بروداكت الاخرين وفي لي كيورد. تسمى انا ندخل تشوفو في لي كيورد لعب شويه مزيان، درت يور ديزاين هير هنايا، هنا درت تكست، هنا درت لوغو، درت بزاف ديال الحوايج، بزاف ديال لي كيورد، ولحتهم في بزاف ديال لي بروداكت. ولكن بخينا هذا اللي شرا الديزاين كلخ بالرجوله. كنت كاتب ليه في الديسكريبشن، اذا شفتو في الديسكريبشن انا قلت لي شوف، قلت لي ضروري تصيفط لي ايميل الجيميل ديالك قبل ما تشري. جا هو شرا الديزاين هذا، شراه عاد صيفط لي، قال لي راه شريته وتقدر تصيفط لي، صيفط لي واحد اللوغو قال لي تقدر تصيفطو لي في واحد شي شهر. المهم الاخوان الطريقه هذه راه خدامه ديال بصح، هذه راه خدامه ديال بصح الاخوان، تقدر تخرجوا بواحد الترافيك اللي مفرقع ديال بصح. انا نجي نكوبي غير هادي your design here، نجي نحطوها هنا. والناس خدامين على الاخوان وكيخرجوا الترافيك. هذا مثلا هذا هو حاطه، هذا هو حاطه، هادي كاستم تكس هو حاطه هذا your design here your design here your design here. انتم كتشوفوا هادي كتخرج لنا ترافيك مزيان، تقدر تبيع في ريد بابل. انتما كتشوفوا شحال واحد حاط 1572 واحد حاط هذا الكيورد هذا، هذا غير يور ديزاين، غير يور تكست هي يور ديزاين هي تقدر تلقى اكثر، يور لوغو هي راه تلقى اكثر فهمتيني. كاين بزاف ديال لي كيورد، هما لي كيورد الاخوان اللي بغي يكوبيهم شي حاجه. المهم هما راه تقدر تاخذ الكيورد غير ديال هذا. هذا البلان هذا اش كديروا؟ كما قلت لكم حاولوا انكم في الايميل ديالكم حدا مثلا هادو ما غاديش تلقاو ندير هاد البلان هذا. ندخل عند هذا مثلا،
هذا ما دايرهاش، هذا داير غلط. يجي شي واحد يشري الديزاين هذا فهمتيني، حيت دابا في البلاتفورم الاخرين بحال اي تي ولا امازون كتجي كتشريه عاد كتصيفط لهداك خينا اللي داك كامل ستور وصافي، كيمشي للبرنت فول ولا كيمشي للستور ديالو كيقدر يبدل داك الديزاين بكل سهوله. اما انا فريد بابل ما يمكنش، ولا خاصني نصيفط لهم يقول لهم راني غلطت وبغيت نبدل الديزاين ديالي. المهم الاحسن ديروه هنا في الديسكريبشن ديال الديزاين ديالكم، تقول لي الا بغيتي تشري الديزاين ضروري تصيفط لي ايميل. من الاحسن منين تبغي مثلا تحط ديور ديزاينر بحال هكا لا في فريد بابل لا في اي بلاتفورم اخرى، وهاد الاخو ما ديروهاش في ميرش. ميرش كيقول لك ممنوع دير الايميل ديالك ولا شي حاجه في التي شورت. وهاد الاخو من الاحسن ديروها حتى هنايا، ديروا يور ديزاين هير ودير هنا الايميل ديالكم وتقول لهم انا صيفطوا ليا، تكتبوا كاع في التي شورت حتى هنايا اللي ما شافش الديسكريبشن. المهم كتكتبوا ان ما تشريو ديزاين حتى تصيفطوا ليا ايميل. صافي ملي غتهضر معاه غتولي شوف انا عندي ستور حتى في امازون نقدر نحطو لك بقل من الثمن اللي فريد بابل ولا شي حاجه بحال هكاك، ودير ليا ريفيو زوين وتعامل معايا وراه خدام مع الاخوان كما قلت لكم، حيت كون ما كانش خدام ما غاديش يديرها 1700 واحد. مهم هذا هو البلان ديال الترافيك. الحاجه الثالثه الاخوان هي كيفاش تدسس على المنافسين ديالك. اول حاجه انت كتمشي عند الطوب ديال الناس اللي كيبيعوا في لينيش، كتمشي نيشات القدام وكتمشي من احسن نيشات اللي طالعين ترند. بحال دابا هاد النيشات طالع ترند غنكليكي عليه، بحال دابا هاد النيشات طالع ترند، هادو اللي كيخدموا الكوبي رايت والتريد مارك بلا ما تطبقوا عليهم هاد اللعيبه هادي اللي غنشرح لكم في الفيديو. غنمشيو مثلا عند هاد النيشات او بحال دابا هاد النيشات كيبان لي توا فيه تريد مارك، المهم انا غنشرح بيه وصافي. غادي تجي هنايا مثلا غادي يبانوا لك الناس اللي الطوب اللي كيبيعوا في هاد النيشة طالع ترند. المهم حنا اش غادي نديرو، كنكتبو لي كيورد اللي طالعين ترند هي الحاجة الأولى، المرحلة الأولى كنشوفو لي ديزاين. نقول لكم 12 الأولين 16 الأولين على حساب نتوما شحال بغيتو تبعو. مثلا أنا غنمشي نتبع مثلا دوك الخمسة الأولين، غنكليك مثلا على هذا وهذا وهذا وهذا، كندخل عندهم بحال هكا كاملين، كندخل كندير لهم فولو. ضروري دير لهم فولو، وهاد اللي تقدروا ديروها بحال دابا خينا دير لوكوار، دير لوكوار صراحه. المهم نتوما كتدخلوا كديروا ليهم فولو كاملين، من الاحسن ديروا فولو بشي كونت اخر ماشي بالكونت ديالكم الاوفيسيال، تحلوا واحد الكونت عادي اخر، وهاد الكونت هذا هو اللي غادي ديروا به لي فولو للناس اللي كيبيعوا مزيان. كتدخل كدير هذا فولو كدير هذا فولو هذا فولو هذا فولو، عاوتاني كتخرج كدير مثلا شي نيش خا مثلا كدير كريسمس. نتوما غادي تشوفوا لي نيش طالعين ترند، لي نيش الايفرغرين، لي نيش اللي عندهم على شي ترندات مثلا وفاتوا بحال تو داي داك الايفنت اللي فات. كتمشي كتشوف لي ترند كامل اللي دازو وكتشوف دوك الناس اللي كانوا طالعين هما الطوب كدير لهم كاملين فولو، كتجمع واحد الليسته فيها واحد 300 واحد 400 واحد. انا مثلا غادي ندير ترند كنشوف اللي طالعين ترند، كندخل عاوتاني كندير لهادو فولو. المهم ملي كنسالي من هادشي كامل، انا ديجا درت واحد المجموعه ديال الناس درت لهم فولو باش نشرح لكم هاد الاستراتيجيه هادي كي دايره. وهاد الاستراتيجيه هادي كطبقها في كونت اخر، حاول انك ما ديرهاش في الكونت ديالك العادي الاوفيسيال، حيت بنادم اللي درتي ليه فولو كاين اللي غادي يدخل عندك ويشوف ستور ديالك. هادي من الاحسن بلا ما ديرها في الكونت ديالك الاوفيسيال. كتجي هنايا كتورك على هاد القلب هادي، كتجي هنا الفلتر كتكليكي على هادي، كتكليكي على نيو وورك. هذا هو السر الاخوان. هنا اش كيطلع لك؟ كيطلع لك كاع دوك الناس اللي درتي ليهم فولو كاملين، و كيما كيلوحوا شي ديزاين جديد كيطلع لك هنايا. بحال مثلا هاد الدري هذا لاحظ ديزاين هادي، ما كتمشيش التاريخ صراحه، المهم تقريبا شي دقيقه. هادي هاد السيد هذا لاحظ ديزاين هذا جوج دقائق، هاد السيد هذا لاحظ ديزاين ثلاثة دقائق، كيطلعوا لك كاع الناس اللي لايحين لي ديزاين. وهنا كيطلعوا لكم لي ديزاين اللي جداد الاخوان. نتوما اش كديروا؟ كتمشيو كتابعوا الناس اللي عندهم اللي كيلوحوا لي ترند. بما ان هذاك الانسان او ذاك الانسان اللي حتى ذاك التيشورت ترند وكانت من الاولين وطلعت البيست سيلر في ذاك النيش، دونك مثلا بحال مثلا اعتبروا هاد خينا هذا لاحظ ديزاين طلع هو بيست سيلر في هذاك في واحد النيش اكس. بما انه لاحظ ديزاين هذا دوك الديزاين يقدر حتى هو يطلع ترند، كتجي كتدخل ليه بحال هكا
كتدخل ليه وكتشوف الفكرة ديالو، كتشوف مثلا لي كيورد اللي كيحاط، تقدر تكوبي تصيب شي ديزاين، ما كنصحش تاخد لي ديزاين كوبي كات، صيب شي ديزاين قريب ليه بحال هكاك، كيورد تقدر تكوبيهم ما كاين حتى شي مشكل، ولكن كما قلت لكم الديزاين حاول انك ما تكوبيش كما هو. وحضي واحد اللعيبه الاخوان من تغيو تكوبيو لي كيورد، حضيو يحط لكم شي كيورد مفخخ، هذا مثلا كاين اللي كياخذ سميت ستور ديالو، نشوف حدا مثلا من كوبيو سميت او ستور، هذا غادي تكوبيها، غادي تهود لهنا، غادي دير كنترول اف كنترول في. دابا ها هو شتي، هاد دير كيورد مفخخ، شنو هاد المعنى ديال كيورد مفخخ؟ كيجي كيحط لك لي كيورد ديالو وكيزيد معاهم كيورد اخر. علاش كيزيد الكيورد هذا؟ باش يعرف الناس اللي كيكوبيو ليه لي كيورد ديالو كيمشي كيريبورتيهم، هم حضيهم مع هاد بحال هاد البلانات هادو. هذا مثلا هذا نشوف شحال لي كيورد، شحال الديزاينات عنده باش نعرف شحال واحد نكوبيه. نجي نكوبي على هادي. دابا هذا عنده 2449 ديزاين، من وركت على الكيورد ديالو طلعت 2300 بلان، ولكن يقدر يكون شي واحد مكوبي، وما ندير كنترول اف كنترول في وغادي نشوف واش مكوبي شي واحد. هاد العيبه هادي ولا كيديرها مؤخرا، ما كنتش كنديرها، كنت كيديرها من الاول. صافي كيجي عاوتاني كيدير هنايا كليك على نيو، كيدير كنترول اف كنترول في. بحال دابا هذا كوبا ليه التايتل ديالو، لي كيورد ديالو، هذا غير ريبورتي، هذا غير ريبورتي. هذا مثلا هذا الشيء ماشي نفس، ماشي نفس ستور، جا كوبا ليه هاد الديزاين هذا كما هو بلي كيورد ديالو. دابا هذا غير تريبورت، هذا يقدر كاع الكونت ديالو يطير. المهم الاخوان حداو من هذا الشيء، هذا دابا هذا راه ماشي خدا لي ديزاينات، خدا لي كلشي. هذا راه هو هذا ناري السيد هذا عالم. المهم اخويا راك حتى كتفرج فيا، مسح هاد الديزاينات ولا حيد على داك الكيورد، حيت راه دخل وتشيك الكيورد راه غادي يجي يسبريم لك الديزاينات ديال كامل. كاين اللي كياخد سميت ستور ديالو، كاين اللي كياخد واحد الكيورد اكس، كيدير مثلا شي كيورد مخربق مثلا، كي واحد كيلصق واحد السط الحروف بحال هكاك وكيدخلهم في الديزاين ديالو، كيشد داك الكيورد كيبقى يطابيهم هنايا وكيشوف نيو، كيشوف الناس اللي كيكوبيو لي ديزاينات ديالو. وانت علاش كنقول لكم الاخوان ردوا البال مع لي كيورد، ديزاين تقدر تكوبيه ما غاديش يعاقبك ولا يعاقبك كاع مع الدومين ديال لك، ولكن الكيورد راه بقى عندك الكيورد وريبورتاك، راه يقدر الكونت ديالك يتسد، يقدر الديزاين ديالك يتمسح، يقدر شحال من حاجه. المهم الاخوان فهم هاد القضيه هادي، وهادي قلت لكم انا، قلت لكم من الاحسن تخدموا بشي ستور اخر باش ديروا ليهم فولو وتبقاو تجسسوا عليهم وتاخذوا لهم الديزاين ديالهم، حتى يقدر مثلا يكون شي واحد مثلا درتي ليه فولو وكتاخذ ليه الديزاين ديالو، شي نهار يجي يطلع لك الستور ديالك اش غادي يلقى؟ غادي يلقى انك انت كتاخذ ليه الديزاين ديالو ويقدر يريبورتي. المهم الاخوان هذا بلان مزيان حتى هو. البلان اللي موراه غادي نوريكم كيفاش تيليشارجيو لي ديزاين. انا قلت لكم الاخوان ما تاخذوش ديزاين كيما هو، خاطر كاين العلماء اللي غيجيو عاوتاني لي كومونتير يقولوا لي لا هادشي حرام، هادشي هادشي هادشي. المهم انا كما قلت لكم الديزاينات ما تخدمش كما هو. مثلا بغيتوا هاد الفيكتور هذا، مثلا بغيتوا تخدموا على هاد النيش هذا، بغيتوا هاد الفيكتور هذا ما لقيتوش، من حقكم تاخذوا من هنايا وتزيدوا في الديزاين ديالكم، ما عندكم حتى شي مشكل. المهم انا نشرح لكم هاد البلان، وديجا راه شرحته شحال من مره. غادي نكليكي كليك دغوات وغادي نمشي لانسبكت اليمنت، اولا كدير اف 12 كنمشي كنكليك على السهم هذا، كنكليكي السهم هذا، كنمشي كنختار التصويره هذيك كنورك عليها، كيطلع لي واحد اللينك هنا كنمشي كنورك عليه. انا ما غاديش يطلع لكم اللينك الفوق حيت راه حادثه. المهم انا غادي نكوبي اللينك باش نشرح لكم هذا البلان هذا، ملي كوبيت اللينك غنجي نحطو لكم هنا. اش غادي ديروا نتوما؟ غادي تمسحوا من هاد جي بي جي حتى لهاد السهم هذا، حتى لهاد سلاش هذا، غادي تمسحوا هادو كاملين. اش غادي ديروا هنا؟ غادي ديروا تير دو سيف ولا غادي ديروا ناقص؟ المهم بحال هكا
وغادي ديرو بوا وغادي ديرو بي ان جي. بي ان جي انا غادي نكوبيها هنا، غادي نجي هنا وغادي نحطها. نون فوالا، هو الديزاين كيبان لكم. كتقدروا تخدموا فيكتور ماجيك باش يعاونكم باش يفيكتور لكم التصويره هذه، حيت الكالتي ديالها راه ماشي شي كاليتي، فهمتيني. كاين واحد لوجيسيال سميتو فيكتور ماجيك، راه ديجا حطيتو في التليجرام عندي، دخلتي لي شارجي وحط فيها التصويره هذه وغادي يرجعها لك فيكتور. المهم هو دور بلان. بالنسبه لي كيورد كاين واحد ليكستونسيو، انا نبين لكم التصوير ديال هنايا الفوق. هاد ليكستونسيو غادي تانستاليوها، هاد ليكستونسيو كتقدر تكوبيو بها لي كيورد. غنجي غنكوبي لي كيورد كاملين بحال هكا، حيت الا مكانتش ليكستونسيو متقدرش تكوبي لي كيورد. كتمشي مثلا هاد السيت هذا، كدير لي بحال هكا، كتحط فيه لي كيورد، كتجي كتكليكي على هادي، كتختار فاصلة فاصلة، كتكليكي هنا، كتحط لك هاد لي كيورد هادو، كتشدهم كتحطهم في سميتو، كتحطهم في الديزاين ديالك. وكيما قلت لكم الاخوان، حضيو الا كانوا كيوردات مفخخين، حضيو معاهم مزيان. كاين واحد البلان اخر في لي كيورد تقدروا تخدموا بالسبام. مهم تقدروا تخدموا بالسبام، انا نشرح لكم كيفاش غديروا بالسبام. هذا مثلا النيش ديالكم هو هذا، هذا هو النيش ديالكم اللي بغيتو تطلعوا به. نتوما ما كيهمكمش انكم تولي تبيعوا في بزاف ديال لي كيورد ولا شي حاجه، بغيتو تطلعوا غير في هاد لي كيورد هذا. اش غادي نديرو؟ غادي نجيو غادي نكوبيو هاد الكيورد هذا، غادي ندخلو لكسال. المهم حطيت لكم على الطابلو هذا تقدروا تخدموا به. غادي نجي نهود لتحت ياسين، ضرب شوية. غادي نجي غادي نحط هاد الكيورد هادو. المهم سمحوا لي، هاد الكيورد فيهم الكوكيز. المهم غنجي نحيد منهم الكوكيز، غنجي نحطهم مثلا هنا ونعاود نكوبيهم، وغادي نجي نحطهم هنا. المهم مزيان. شحال من ديزاين عندنا ولا شحال من كيورد عندنا؟ عندنا 50، عندنا 50 كيورد. غادي نجي وغادي نهودو بحال هكا حتى نوصلو ل 50. فين هي 50؟ مزيان. غادي نمشيو غادي نهزو واحد 50 كيورد اللي كيجيو مع اي ديزاين، بحال كيوت، بحال لوف، بحال فور داد، فور مان، جيفت. المهم كي واحد نجمع لي كيورد تاخد واحد 50 كيورد، انا غنعتبر مثلا هادو هما لي خمس، هادو هما 50 كيورد مثلا، هادو هما 50 كيورد. غنجي نكوبيهم بحال هكا، صراحة ما بقيت عارف حتى فين الكيورد فين حطيتهم. المهم ماشي مشكل. شوف المهم غنحطو لي كيورد ديالنا هنا، وغادي نديرو ويندوز في باش يطلعو لكم أي حاجة كوبيتوها. غادي نجيو نحطو هادي تاهي هنا، غادي نكليكيو عليه جوج مرات باش تولينا مزيان. هاد لي كيورد الاخوان كما قلت لكم كتجيو كتجمعوا واحد المجموعه ديال لي كيورد اللي كيجيو مع اي ديزاين. بعدا ما ديروش هنا دات، ديروا فور داد، فور مان. ممكن ما قلت لكم الاخوان نتوما ما غاديش ديروا هاد لي كيورد هادو، غادي ديروا واحد 50 كيورد اللي كيجيو مع اي ديزاين، بحال فور داد، فور مام، جيفت، جيفت فور كريسماس. هما واحد المجموعه ديال لي كيورد اللي ما كيبانوش انهم سبام، وهادو يقدروا يعاونوك حتى في الالغوريثم تاع ريد بابل باش يطلعو كسر. كنجيو هنا وهم ردوا معايا البال الدراري، غادي ندير ايكال، غادي نحل واحد الكاوت وغادي نسطا مزيان. غادي نجي وسط هاد الكاوت هادي، غادي نديرو جوج ديال لي كاوت اخرين ياك، وغادي نجي وسط جوج ديال لي كاوت هادو، وغادي نديرو هاد اللوك بحال الدرامز هادي ديال اند اند مزيان. غادي نجيو هنا غادي نديرو اسباس، وغادي نحل واحد جوج ديال لي كاوت اخرين، وغادي نجيب هاد لي كاوت هادو
وغادي نكليك على اند اند صافي مزيان. غادي نجي هنا وغادي نحط لي الكيورد هذا الاولاني، غادي نجي هنا وغادي نحط لي الكيورد هذا الثاني. مهم نتمنى هادشي يكون مفهوم. كديروا جوج ديال لي كاوت، كديروا هنا جوج ديال لي كاوت، وكما كديروا شي كيورد خاصهم يكونوا جوج ديال لي كاوت بيناتهم جوج ديال اند اند، وكتحطوا لي الصوره هنايا وكتمشيو كتحطوا على لي كيورد اللي بغيتوا. هانتوما كتشوفوا هاد لي كيورد هذا في الاخر ديالو كاين عدد. غادي نجي نكليكي على جوج مرات اما طلع لي كاع لي كيورد سبام. غادي نجي هنا غادي نسيكسيون هادشي كامل، غادي ندير لي كونترول سي، غادي نكليكي كليك دغوات وغنكليك على العبد الارقام. حيت دابا هنا مثلا غنكليك على شي واحد، هانتوما كتشوفوا كيطلعوا لي هاد الارقام هادو باقي الفاريابل كاين. هذا مثلا غنجي هنا مثلا هاد الكيورد هذا غادي ندير مثلا سي سي، او اوتوماتيكمون غيتبدل ليا هنا. حنا هادو ما بغيناهمش يكونوا لي فاريابل. غادي نجيو هنايا غادي نديرو كونترول سي وغادي نسيليكسيون هادشي كامل، غنكليكي كليك دغوات وغنمشيو هنا نكليكيو على هادي صافي. دابا مبقاوش ولاو كلمات عاديين. غادي نجيو غادي نكوبيو هادشي كامل، نكوبيو هادشي كامل، كنمشيو لهاد السيت هذا كنديرو كونترول ا كنديرو كونترول في، موراها كنكليكيو على هادي صافي. هاد الكيو هذا هما مواجدين، كنجيو كنقدرو نحطوهم في الديزاين ديالنا. هنا هو مثلا الديزاين هذا حنا حطينا فيه لي كيورد مزيان. هادي كتقدرو ديروها كل مرة بغيتو، تقدرو غير تقادو لي كيورد اللولين بحال هكا بحال الديزاين هذا، تقادو ليه لي كيورد ديالو. فنشرح لكم هاد اللون باش تفهمو كتر. مثلا كليكي هنايا غادي نمشي مثلا هاد الديزاين هذا، هاد الديزاين هذا غنجي وغادي نكوبيو هاد لي كيورد هادو كونترول سي وغادي نحطهم في هاد الديزاين هذا مزيان. هما تحطو في هاد الديزاين هذا، هادي الا بغيتو تدخلو لك كتكليكيو غير على هادي مزيان. دابا نتوما بغيتو تخدمو على واحد النيش اخر، مثلا بغيتو تخدمو على هاد النيش هذا، مثلا السيدة هادي ماتت، هادي الرئيسة ديال بريطانيا ماتت، وهاد الكيورد هذا بغيتو تخدمو حتى هو وطلعو بيه بالسبام، طلعو نتوما اللولين. اش غادي ديرو؟ غادي تجيو غير غاتكوبيو هاد الكيورد هادو، تكوبيوهم غاتجيو لهاد السيت هذا، غاتحطو هاد الكيورد هادو، غاتمشيو غادي تكوبيو ديك الجملة اللي كتعاود بزاف هي هادي، غاتكوبيوها غادي تجيو هنا غادي تحطو هاد الجملة هادي هنايا في الخانة الأولى. غادي يقول لي هاد الجملة هادي باش بغيت نبدلها لك. غادي نقول لي شوف بغيت نبدلها، فين هو هذا، بغيت نبدلها بهاد الكيورد هذا كونترول سي. غادي نجي هنا غادي نحط هاد الجملة هادي بحال هكا. مهم انتوما كتشوفوا تبدلات، غادي نكوبي وادي كونترول سي كونترول اف كونترول ناريش درت، ندير ويندوز في باش تطلع لي لي كيورد. ها هو غادي نجيو غنكوبيو هادي، غادي نديرو كونترول اف كونترول في، هانتوما كتشوفو الكيورد هنايا ولا كيتعاود صافي. كتجيو كتكوبيو هاد الكيورد هادو كتجيو كتبقاو تحطوهم كتجي كتحطوهم هنايا وكطلع مزيان. مهم هادشي اللي كاين الاخوان. كاين واحد البلان اخر كيعاون في لي سيو الدراري هو لي فولو. هذا مثلا كان كيما كان الكونت ديالك طالع في فولو كيما غيعاونك في السي او ديال الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه انا بلا ما كيقول لك تيقفك، هذا مثلا واحد عنده مثلا واحد 10000 فافوريت ولا عنده 5000 فافوريت، ماشي واحد عنده جوج ديال لي فافوريت ولا خمسه ديال لي فافوريت، واحد مثلا عنده 1000 فولو ماشي واحد عنده خمسه ديال لي فولو ولا سته ديال لي فولو. هادشي علاش الدراري غنقول لكم واحد البلان اللي بغى يديرو، اللي بغى يديرو مرحبا. غتمشيو لي كومونتير ديال الفيديو هذا، غادي تحط سميت ستور ديالك، ما غاديش تحط اللينك باش يوتيوب ما تعتبرش ان هادشي سبام. غتمشي غادي تحط سميت ستور ديالك، هذا مثلا هو سميت ستور ديالك، غتجي غادي تحط سميت ستور ديالك غادي تحطو صافي. وغادي تكتب مثلا لبنادم انك بغيتي تبادل معاه غير لي فولو، بغيتي مثلا بنادم تتبادل معاه لي فولو وتبادل معاه لي فافوريت، غادي تكتب غادي تقول الدراري اللي بغى يدير ليا لي فولو فافوريت يدخل عندي ودير ليا فولو فافوريت، واي واحد دارها غادي نعاودها ليه.
وشنو فافوريت انا كتدخل مثلا عند السطوره دير لي فولو وتدخل الديزاينات هادو كاملين كيبان لك الباج الاولى ما عرفتش شحال كيكون الصراحه واش 50 ديزاين ولا 40 ديزاين تدخل كدير لهم كاملين فافوريت بحال هكا ما كدير لك حتى دقيقه فهمتيني وتا هو كيجي كيدير لك فافوريت للديزاينات ديال كاملين تصور معايا مثلا انت درتيها واحد 20 واحد ولا 30 واحد كيجي 20 واحد ولا 30 واحد كيدير لك فافوريت ضرب لي 20 في 50 غادي يطلع لك واحد 1000 فافوريت جمعتها في نهار واحد مزيانه هما الاخوان اللي بغى هاد البلان هذيك تكتب سميت ستور ديالو ويكتب واش باغي غير يتبادل معاكم لي فولو من فيه مي يدير لي فافوريت لشي واحد اولا بغى يدير فافوريت وفولو بجوج هما هادشي اللي كاين الاخوان ونتمنى انكم كاملين تحطوا لي ستور ديالكم ونتمنى الاخوان اي واحد دخلتو مثلا شي واحد تلقى ستور ديالو ونتمنى الاخوان اي واحد حط ستور ديالو تكون عنده الكلمه حط ستور ديالو قال بنادم غندير لك فافوريت وغندير لك فولو جا بنادم داك يدير لك فولو فافوريت حتى تدخل دير لي فولو دير لي فافوريت هما الاخوان نتمنى تكون عندكم الكلمه وكتبوا لي الاخوان حتى الضيف الجاي ان شاء الله اش بغيتوني نشرح لكم فيه مهم الحاجه الثالثه قلت لكم هي الخوارزميات هادو هما الحوايج ديال الخوارزميات كاين الحاجه الاولى اللي كتطلع هي السبام السبام الاخوان كيطلع ديال بصح الحاجه الثانيه السطور ديالك يكون عنده بزاف ديال لي فافوريت وبزاف ديال لي فولو هذه الحاجه الثانيه وحاول الاخوان حتى تصيفطوا الميساجات لبعضياتكم مثلا انت درتي مثلا هاد السطور هذا حط السميه ديالو مثلا دخلوا مثلا نتوما ديروا لي فافوريت وفولو صيفطوا ليه حتى ميساج وهو غادي يجاوبكم في الميساج وغادي يدخل حتى هو يدير لكم فولو وفافوريت هذه غادي تعاونوا بعضياتكم حتى في لي ميساج راه كيطلع لكم ديالكم وكاين السبام كما قلت لكم كاين هذه حتى هي اللي ما كتعاونش في الالغوريثم ولكن السطور ديالكم كيطلع اكثر كاين بلان انكم كتربطوا الكونت ديالكم مع جوجل اناليتيك هذه مهمه الاخوان بزاف اللي ما رابطوش يمشي يربطوا هادشي كتنفع في السيو ديال جوجل الحاجه الاخرى اللي موراها مثلا غنوريكم على شي سبيل المثال مثلا ماشي مثلا الديزاين هذا ماشي مثلا هذا مثلا جيت كوبيتو بحال هكا درت ليه سيرش هانتوما الاخوان طالع ليا في جوجل الديزاينات ديالي هاو كيبان لكم سميت ستور ديالي شوبي بلاي كندير ليه هاد الرقم هذا كدير ليه 56 في 600 وكتشتي نجومه هادي علاش انا طلعت علاش دابا السطور ديالي انا طلع في السيو تاع جوجل حيت رابطو مع جوجل اناليتيك ديال الحاجه الاولى الحاجه الثانيه انني ما خدام نقي ما هاد السطور هذا ما عمر جاني فيه شي كوبي رايت ولا شي تشيرد مارك جاني خدام ليغال واخا هادشي ما كيبانش لكم ليغال حيت هذا مات مثلا والاخرى مات ولكن راه ما كنجيش نحط البراند ولا شي حاجه بحال هكاك حيت اكثر حاجه ما كيحملوهاش هما هي البراند حيت مثلا انت ملي كتجي كتحط ليهم مثلا وان بيس ولا اديداس ولا شي براند ديك البراند كتجي كتريبورتي ديك الشركه كتبدا ترفع عليها شي دعوه ولا شي حاجه بحال هكاك هما كيجيو السطور ديالك كيقتلوه ما كيبقاوش يطلعوه في جوجل حيت دابا هاد الشركات هادو كيفاش مثلا كيعرفوا مثلا انك انت حطيتي مثلا ديزني مثلا اولا سبايدر مان ولا شي هاد الشيء الاخوان ادفانس شويه المهم اذا كانت ريد بابل عاطيه الحق لجوجل انها تلوح الديزاينات ديال السطور ديالك في جوجل كيولي اي واحد مثلا شي واحد مثلا خدام شي شركه ديال مثلا حيت مثلا الشركات الكبار بحال نعتبر مثلا نايكي راه عنده واحد الفريق على قدو شنو هي الخدمه ديالو انه كيبقى يتشيكي الكوبي رايت وتشيرد مارك ديال لي ستور كيدخل امازون كيشوف الناس واش شي واحد خدم على البراند ديالهم كيدخلوا فيسبوك ادز كيشوفوا شي واحد كيبيع المنتوجات ديالهم هذه هي الخدمه ديالهم نهار كامل وكما كيلقاو شي واحد كيريبورتي انت الستور ديالك راه كانوا فيه مشاكل بحال هكاك راه اوتوماتيك مورد بابل راه ما كتبقاش تطلع الديزاينات ديالك في جوجل وجوجل الاخوان راه طرا فيكم فرقع ديال بصح المهم راك تخدموا خدموا لكم على شي حاجه خدموا كارثة طبيعيه وما تخدموش الاخوان على البراند وقع شي زنزال شي واحد مات هادي هانيه حيت اش غيوقع كاع فهمتيني نتلاقاو في شي بارشي اخرى غادي نهضر لكم فيها على شي حوايج جداد في ريد بابل حيت في الفيديو ده ما هضرتش لكم على كل شيء ما هضرتش لكم على كيفاش تسباي ريد بابل وتحطوا اكثر من 50 كيورد اذا راه كاين الاخوان ما هضرتش لكم على كيفاش تدخل لي كيورد داخل ديال التصويره دابا التصويره هذه اللي لحت انايا تقدر تاخذها ودير الداخل ديالها لي كيورد تقدر دير حتى 1000 كيورد وتجي تحطها وتولي طا وطلع فريد بابل اي كيورد من دوك 1000 كيورد كاملين هذه التشيكين الاخوان
كاين صراحة بزاف ديال الحوايج. المهم الإخوان، إلى عجبك الفيديو خلي واحد الكومنت، خلي واحد لايك، وما تنساوش تحطوا سميدة ستور ديالكم في الديسكريبشن، وكتب واش بغيتي فولو ولا بغيتي لايك. وما تنساوش تكتبوا لي حتى الفيديو الجاي ان شاء الله علاش بغيتوني نهضر. المهم هادشي كامل غنشرحوا لكم، غنشرح لكم هادشي. هذا الاخوان الناس ما كيعرفوش يخدموا بهم هاد اللعبه، هادي ديجا شرحت لكم كيفاش تلعب بالباب سميتو اش كيتسماو هادو. حنا نقول لكم لي كاتيجوري تاع الباب ولا دي تشوما. الاخوان راه فيهم بزاف ديال الحوايج تقدروا تلعبوا بهم وتطلعوا. المهم الاخوان هادشي اللي كاين، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.